اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إيران بدعم أطراف في جنوب اليمن للانفصال عن البلاد، مطالبا طهران برفع يدها عن بلاده والتوقف عن دعمها للميليشيا الحوثية. وكشف هادي عن امتلاك قيادات جنوبية حسابات في بيروت وميزانيات معتمدة من إيران، مضيفا أن قناة عدن التي كانت تبث من بيروت أكبر دليل على دعم إيران وحزب الله لأطراف جنوبية.